كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله نبياً وآدم بين الروح والجسد، وبعثه الله رسولاً في الأربعين من عمره. وقبل بعثه بالرسالة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه قائلاً: السلام عليك يا رسول الله. قبل البعثة كان رعي الغنم أول عمل اتجه إليه النبي صلى الله عليه وآله، ثم عمل بالتجارة في شبابه، ثم ما لبث أن ترك التجارة وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تجاراته. في تلك الفترة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد الله في غار حراء، يعتكف فيه وقتا من السنة، وهو على تلك الحال حتى بعثه الله بالرسالة. بادئ الأمر انحصر الإسلام برسول الله محمد والإمام علي والسيدة خديجة صلوات الله عليهم أجمعين، ثم ما لبث أن أسلم أبو طالب وابنه جعفر وحمزة وأبو ذر وزيد بن حارثة قبل أن يصير المؤمنون 40 رجلا. ثم أنزل الله تعالى على رسوله قرآنا يأمره فيه بدعوة عشيرته الأقربين إلى الإسلام. وفي نفس السنة وبعد الاقتصار على دعوة الأقربين، أنزل الله على رسوله قرآنا يأمره فيه بإظهار الدعوة والصدع بها. فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وآله بالإسلام وصدع بما أمره الله تعالى به، عظم ذلك على أصحاب الأغراض والأطماع من قومه، لا سيما على أسياد قريش، فنكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته، وأكبروا على منابذته وإيذائه، فنصره عمه أبو طالب وحشد بني هاشم لحمايته. بلغ رسول الله محمد صلى الله عليه وآله رسالات ربه غير واهن ولا مقصر، وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذر، واستمرت رحلة الجهاد والتبليغ إلى أن أنزل الله قرآنا عليه يأمره فيه بالإعلان عن خليفته من بعده.